في فجر الثاني من أغسطس من العام 90 اجتاحت دبابات الغدر أرض الكويت. يومها صدح صوت المواطنين في كل مكان بالمقاومة والأذان. جاء المعتدي يحمل الأضغان، فيما الصمود كان العنوان. تحدي قابلته وحدة وطنية وإرادة صلبة برغم الوحشية والبطش والتدمير. خلال المحنة سعى النظام البائد إلى طمس هوية الكويت والتنكيل بشعبها ونهب خيراتها وتدمير بنيتها التحتية، فلم يسلم من بطشه لا بشر ولا حجر. حينها ارتفع النداء بأن لا استسلام، علت الأصوات، هذه الأرض لا تقبل الذل ولا الإذعان. وحدة الصف أربكت المعتدي، وسياسة الأرض المحروقة التي لجأ إليها بإشعاله مئات من أبار النفط لم تحل دون اندحاره وتكبده هزيمة منكرة أمام تحالف تاريخي كان ثمرة جهود دبلوماسية كويتية وإيمان وطني ودولي بضرورة دحر المعتدين لتعود الكويت حرة مستقلة تحت راية قيادتها الشرعية.